مرحبا. أذار أول سقعة وآخر نار، هيك بيقول المثل. اجتاح الأعصار، أعصار ماركوس شمال أستراليا، وبلغت سرعة الهواء أكثر من 200 كيلومتر بالساعة، أدى إلى أضرار مادية فاتحة وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المدارس وتأخير حركة النقل البحري وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. بالعودة لطقسنا الشتوي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع حرارة مرتفعة وبتنخفض بعد الظهر، رطوبة منخفضة، بحر متوسط الموج حرارة 120 درجة. اليوم طقسنا رح يكون غائم مع رياح ناشطة حاملة غبار خاصة بالفترة الصباحية، وبتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجي بعد الظهر لتعود لمعدلاتها السنوية، وبترتفع نسبة الرطوبة مع تكون ضباب على المرتفعات مساء. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول لآخر أذار 436، السنة الماضية 523، المعدل العام السنوي 825. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 16 على المرتفعات 8 بالبقاع 6 والأرز درجة، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 23 جبل محسن أهدن 14، فقرة 14 وظهر الصوان 21، مجدليون 22 والطيبة 21. الرطوبة بتتراوح بين 25 و65%، حرارة سطح الماء 21 درجة، وسرعة الرياح بين 20 و40 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس لليومين اللي جايين 14-23، الأربعاء 14-24، والخميس 15-28. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. دمشق 26، الجزائر 10، الرباط 14، برلين درجتين، وباريس 4. وهيدا كان كل شيء. باي.